في ظل الظروف التي يعيشها اليمنيون في الداخل وحاجتهم الكبيرة للإغاثة، يسعى الجميع إلى تكثيف الجهود والتنسيق في إغاثة الكثيرين منهم والذين أثرت عليهم الحرب بشكل كبير. يأتي هذا بالتزامن مع اللقاء التشاوري الذي عقدته المنظمة اليمنية العالمية للإغاثة والتنمية لمتابعة مخرجات المؤتمر العالمي للإغاثة في اليمن، والذي انعقد في أغسطس العام الماضي، وذلك في إطار الجهود الدولية لتقديم المساعدات للمدنيين في اليمن. اللقاء عقد برئاسة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر في مدينة أسطنبول التركية، وبحضور ممثلين عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، واللجنة الإغاثية اليمنية، واتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي، وجهات أخرى. اللقاء التشاوري من أجل تنفيذ ما أقره المؤتمر العالمي للإغاثة والتنمية. طبعا أنتم تعرفوا أن المخرجات كانت قرابة 200 مليون دولار. هذه طبعا تعهدت بها منظمات وهيئات، والحمد لله يعني هذا اللقاء التشاوري سيكون حافز كبير لتنفيذها إن شاء الله. وركز اللقاء على تنفيذ المخرجات والدعم المقدم لليمن والذي بلغ نحو 200 مليون دولار من عدة جهات لإغاثة المتضررين من الحرب، والبحث عن آلية تنسيق من شأنها تكثيف الجهود لإيصالها إلى محافظات البلاد. الحكومة وبحضورها الرسمي تؤكد أن هناك جهودا كبيرة تبذل من أجل تقديم الدعم الكامل لشرائح المجتمع التي لحقت بها أضرارا كبيرة بسبب الحرب التي تشنها الميليشيا على عدد من المحافظات. هذا المكتب بدأ الآن يستقي بيانات كثيرة جدا من احتياجات المحافظات، وبدأنا أيضا ننظم العمل الإغاثي. بدأنا ننشئ بالتعاون مع أشقائنا الخليجيين مكتب تنسيق المساعدات الخليجية للشعب اليمني المقدم من أشقائنا في الخليج. بدأ مركز الملك سلمان يقود هذا العمل الإغاثي، فلذلك نحن نبشر أهلنا في اليمن بأن 2016 هي العمل الإغاثي منظم. الجانب السعودي ممثلا بمركز الملك سلمان أكد استمرار الدعم للجانب الحكومي، مشيرا إلى وجود خطط مستقبلية ستساهم في التخفيف من معاناة المدنيين. وقدمنا لزملائنا وأشقائنا في هذا اللقاء موجز مختصر عن أعمال مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن، وتحدثنا كذلك عن الخطة القادمة خلال الستة أشهر القادمة بمبلغ 110 مليون دولار، هي مبالغ إضافية لل 413 مليون دولار التي قدمت في عام 2015. جهات أخرى مختلفة كان لها توجهات داعمة للقاء، وأكدت على تنفيذ مخرجات المؤتمر والتي تعد محورا رئيسيا في إنجاح العمليات الإغاثية في اليمن. متابعة مخرجات المؤتمر العالمي للإغاثة في اليمن أصبح ضرورة حتمية في ظل ما تعيشه البلاد، ولعل اللقاء التشاوري هذا يعد خطوة هامة للتخفيف من معاناة المدنيين في الداخل. عدنان الراجحي، قناة بلقيس، اسطنبول.